يعني عايزين نتكلم شويه في اليورو. تمام، شفت بقى الماتشات امبارح، مفاجاه ان المانيا بتخرج والبرتغال وفرنسا لحد ضربات الجزاء برضو البرتغال بتخرج، مع ان البرتغال السكواد بتاعها يمكن اعلى من فرنسا في الوقت الحالي، لكن ضربات الجزاء انت عارف ملهاش كبير. اعلى سكواد في البطوله من وجهه نظري فرنسا، برضو سكواد عالي جدا، فريق بيحوي كميه مواهب ضخمه وكبيره جدا، بس مش في حالتهم يعني، مش هم بقى عارف انت الجيل اللي هو كان قبل كده بوجبا بقى و... لكن ما زال عندهم لعيبه، ما زال عندهم لعيبه قادره يعني، عندهم النجم الاهم في العالم تقريبا هو مبابي، عندهم لعيبه ناشئين، عثمان ديمبلي وجريزمان وكانتي و... بالظبط، ولعيبه كبيره ولعيبه كتيره جدا. لكن انا بشوف ان ازمه منتخب فرنسا ما هياش في اللعيبه، ازمه منتخب فرنسا من وجهه نظري هي في المدرب، في ديدي ديشام والطريقه اللي بيلعب بيها، وحتى منتخب البرتغال بيشترك معاهم في نفس القضيه ونفس المشكله. عندنا اثنين مدربين مش مدركين قيمه اللعيبه اللي تحت ايديهم. منتخب البرتغال عنده تقريبا المنتخب الوحيد اللي في البطوله عنده فريق بيلعب في الملعب وفريق بره بقيمه اللعيبه اللي جوه في الملعب، بعيدا عن كريستيانو رونالدو خالص، وبعيدا عن كريستيانو رونالدو المفروض يلعب او المفروض ما بيلعبش، هو لعيب كبير طبعا بس هو كبر في السن، لا ده يلعب لا ده ما يلعبش، لا البرتغال عندها منتخب يقدر ان هو يحقق اليورو ويحقق كاس عالم كمان. صحيح. لكن روبرتو مارتينيز انا بشوف ان هو المدرب اللي بتتهاوى تحت ايده احلام الفرق الكبيره. منتخب بلجيكا وقت ما كان بيدربه كان منتخب الاحلام، منتخب في دي بروين، في هازارد، في لوكاكو، في كورتوا، كاس العالم اللي فات هم باينين ان هم خلاص وقعوا يعني، وقعوا. ما هو هو بيدربهم من كاس العالم 2018، دربهم من مونديال 2022، دربهم في يورو 2020، وفي الاخر المنتخب ما حققش اي شيء يذكر يعني. هو يمكن نص نهائي كاس العالم 2018 وحقق مركز رابع، احنا ممكن نفتكر بعد كده مثلا اللي عملته كرواتيا مع مودريتش، لان الانجاز اللي حققوه في وصول. شفت برضه بعد كده المنتخب الكرواتي الحاله تدهورت تماما يعني، لكن هم ما وصلوا اليه مثلا في مونديال 2018 ونص نهائي مونديال 2022، ده شيء كان غير متوقع بالنسبه لهم. هو السكواد ما يقولش ان احنا نوصل لحد هناك كده، فالناس حتى انها تفتكر الانجاز، لكن مدرب بيمتلك اهم لعيبه في فرقها في اوروبا، في اكبر الفرق الاوروبيه. صحيح. وده بيتكرر دلوقتي مع منتخب البرتغال. منتخب البرتغال بيلعب اليورو، او ممكن كان في ماتشات شكل ماتش تركيا المنتخب ادى امارات ان هو ممكن يحقق البطوله، لكن بعد كده الاداء كان غريب في ماتش جورجيا مثلا، غريب جدا. يمكن هم كانوا صعدوا خلاص ضمنوا الصعود، بس مش مبرر برضه ان هم يخسروا من جورجيا يعني. خالص خالص، ممكن حتى مع نجم شكل المنتخب الجورجي كان عاوز يحقق انجاز بفكره ان هو اول مره يلعب اليورو، اول مره يوصل لدور 16 مع كفاره سكيليا. لو هتكلم معاك طبعا امبارح على الماتشين، شايف المانيا تستحق الخساره امبارح؟ انا بشوف ان خساره المانيا امبارح هي اكتر خروج مشرف ليهم في كل الاخفاقات اللي فاتت، الاخفاق 2018، اخفاق اليورو. انت بالنسبه لك كان اداء مشرف امبارح، وحتى بعد هدف اسبانيا الثاني كانت، شفت انت الكره الاخيره؟ لا هم كانوا اصلا يعني لحد الدقيقه 62 اسبانيا كانت احسن، لحد ما خروج لامين يامال من سكواد. كانت غريبه بالنسبه لك؟ كانت غريبه جدا، تغيير غريب جدا. بدري كمان اتصاب عنده فبيخرج، هو يمكن كان محظوظ ديلافوانتي بنزول اولمو، الراجل قلب له الماتش مثلا يعني، خروج بدري كان فان هو احرز الهدف يعني. احرز الهدف وواحد واخد احسن لاعب في المباراة. صحيح. لكن المانيا فيما تبقى من الماتش كانت افضل نسبيا من اسبانيا. انا بقول بشوف ان تغييرات اسبانيا امبارح، تغييرات المدرب خرجته بره الجيم. اللعيبه اللي نزلت ما هياش بجوده اللعيبه اللي طلعت يعني، خروج بالتحديد يمال وخروج ويليامز من الـ من الـ من من الفريق الاساسي، الجناحين اللي هم يعني بيعملوا كل حاجه. لكن ده ما يخليناش ان احنا ما نثنيش على اداء ديلافوانتي واداء اسبانيا طول البطوله. اسبانيا لاول مره في تاريخها من 2002 تقريبا بتستحوذ، نسبه استحواذ 54%، يورو 2002 كانت نسبه استحواذهم 52%، وما دون ذلك يعني من 2008 2010 في فتراتهم الذهبيه كانوا بيستحوذوا نسبه استحواذ من 70 ل 78%. وخد بالك يا محمد يعني، هم كمان اسبانيا دلوقتي يعتبروا كلهم لعيبه صغيره طبعا، كبار ونجوم، بس تمام. مش يعني عارف انت النجوم اللي هم بحجم نجوم المنتخب الاسباني بتوع زمان بقى، فرناندو توريس بقى وديفيد فيا وتشافي ونيستا وديفيد سيلفا، وورا عندك بويول وبيكي وجوردي، في كل الخطوط كان عندك يعني لعيبه جباره. ما عشان كده هم تميزوا، كانت اللعيبه ديك القماشه ديك من اللعيبه قادره تلعب الكوره اللي احنا كنا بنقول عليها التيكي تاكا، الكوره اللي بتستحوذ على كل مراحل اللعبه في الماتش. بالزبط. لكن ديلافوينتي ما وقعش في نفس الغلطه اللي وقع فيها المدربين اللي جم بعد ديلبوسكي. حتى ديلبوسكي نفسه في 2014 وبعد ما الجيل ده بدا يكبر،
كان مصر ان هو يلعب نفس الكوره، وبالتالي المنتخب ما كانش اللعيبه دي مش قادره تادي نفس الاداء ده. دي لافوينتي كان في البطوله، السنه دي هو اكثر واقعيه. منتخب مش عاوز يستحوذ بس على الكوره، لا انا ممكن وبيتعامل مع كل الظروف اللي بيتعرض لها في الماتش. دي حقيقه. زي امبارح انت بيدري اول 6 دقايق دي تطور بالنسبه له. وبيدري نجم بالظبط، واحد من نجوم نص الملعب في وعامل اساسي من اللعيبه اللي هو بيعتمد عليها. لكن هو قادر ويشوف ان القماشه اللي تحت ايده ما يطلعش منها الكوره اللي كانت بتتلعب زمان. احنا بنلعب كوره دلوقتي اكثر مباشره على الجون، احنا ممكن نوصل للجون باقل عدد من اللمسات، مش شرط ان احنا نعمل عدد نسبه الاستحواذ اللي كانت بتحصل زمان، عدد اللمسات اللي كان بيحصل زمان. وفي الاخر مثلا شفنا مدرب شكل انريكي لما كان بيدرب اسبانيا واصر ان هو يلعب بنفس الطريقه ديك، ما قداش نافعه، ما كانتش ماشيه مع اللعيب، لان القماشه ديك مش قادره انها تأدي ماشيه مع لعيبتك. لكن انت شايف ان اسبانيا تستحق انها هم بالنسبه لي المفاجاه بتاعه البطوله. يعني قبل البطوله كان في مرشح المانيا بحكم ان هم البطوله على ارضهم وسط جمهورهم، ما تعادلوش ماتش حتى في البطوله، ما تعادلوش. وكان مثلا في اول ماتشين جايبين سبع اجوال، عندهم هداف البطوله اللي هو موسيالا، فكانوا هم المنتخب وعلى ارضهم وسط جمهورهم. فالمؤشر مين يمال قصدك موسيالا في المانيا؟ انا بتكلم على انا بتكلم على المانيا كانوا مرشحين. لا انا بكلمك على اسبانيا، انما ما تعادلتش حتى ماتش. اسبانيا ما تعادلتش، اسبانيا عدت دور المجموعات بدون ما يدخل في مرماها ولا ولا هدف. موسيالا امبارح ما كانش فايق، يعني موسيالا ما كانش في افضل حالاته امبارح. فشايف لا ان اسبانيا مفاجاه كبيره جدا، مفاجاه جميله. يعني انا من وجهه نظري ان الكره الدوليه بتاعت المنتخبات مش احنا مثلا ممكن لو شلنا ديلافونتي دلوقتي قلنا ان هو ديلافونتي درب برشلونه او ريال مدريد، انا ما اجزمش ان هو ممكن ينجح او ما ينجحش، ما اقدرش اجزم بده. لكن بشوف ان الكوره بتاع المنتخبات هي بطوله بتبقى فيها 5 6 ماتشات، محتاجه مدرب قادر يستغل وينوع القماشه اللي تحت ايده شكل ما بيعمل ديلافونتي. انت زينا اكيد زعلان على خروج المانيا عشان توني كروس، بس اللي يعني خبر نفسك يكمل اكتر من كده. خبر حزين يعني. طبعا اعتزال توني كروس. طبعا توني كروز اسطوره، لاعب حقق كل حاجه في الكوره، كان ناقص وسط 34 سنه كمان وهو بيعتزل. هو ذكي يعني، هو مودريتش معاه عنده داخل على 40 وموجود عادي. اختيارات. انا بشوف ان مودريتش مثلا ما زال مصر ان هو يلعب في فريق شكل ريال مدريد، وان هو يجدد عقده سنه بسنه، وان هو يصغر من قيمه الراتب بتاعه سنويا عشان خاطر ان هو يكمل في المستوى ده من الفرق. وبالك هم لا، هم هو لو عايز يقعد ما يعملوا اللي هو عايزه. كروس طبعا هيقعد. بس ريال مدريد عنده سياسه في التعاقدات ما بعد 32 سنه. ان انا بجدد عقود اللعيبه بس. هو عمل كل حاجه بالزبط. يعني وخد كل حاجه بالنسبه له، فالموضوع ده الماديات مش تفرق قد ما هو فارق معاه ان هو يختم وهو في التوب بالنسبه له، في التوب فورم بالنسبه له. بالظبط. فكرنا بزدان زمان لما قرر خلاص انا واصل نهائي كاس عالم، عملت كل حاجه في الكوره، انا مش محتاج حاجه تاني. فانا هعتزل. ورغم ان هو مثلا كان عامل قبلها ماتش البرازيل واحده من امتع اداءاته في كاس العالم. والتشامبيونز ليج اخيره يعني ولا احلى ولا اروع بطوله مقدمه كلها من اول دقيقه لاخر دقيقه. والليجا كمان. فهو توني كروس خرج من الباب الكبير شكل ما بنقول. نروح لماتش بقى البرتغال وفرنسا. شايف ان فرنسا تستحق الفوز؟ انا مش شايف ان فرنسا تستحق التواجد في نص النهائي اصلا. يعني فريق مسجل 3 اهداف طول البطوله، منهم 2 اهداف عكسيه وهدف من ضربه جزاء، ما جابوش ولا جون من اللعب المفتوح. مفيش جمله كده تحسها متحفظه او جمله هم خالص بيتدربوا عليها اتعملت يعني. وفي الاخر برضو بيوصلوا نص النهائي، ما زال الحظ مساندهم شكل ما حصل مثلا ما قبل ذلك. البطوله كاس العالم اللي فات، اليورو اللي قبله، كاس العالم اللي قبله. القماشه دي من اللعيبه تستحق مدرب بيلعب بيها افضل من 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 احسن من كده، من كده بكتير. شكل ما حصل مثلا في انجلترا، بعد ما خد معاهم كاس العالم، انت خليته ليه؟ يعني هيعمل ايه تاني؟ ما هو محتاج اليورو. هو خسر يعني. هو ديشام ناقص له ان هو يحقق اليورو عشان يبقى حقق كل البطولات الدوليه الممكنه. لكن مش بالاداء ده، ما يبقاش عندي اهم لعيبه في العالم والعب بالشكل ده. وده نفس القصه اللي حصلت مع البرتغال. بس انت لو هتيجي تتكلم هيقول لك يا عم ده هو واخد كاس العالم 2018 وواصل نهائي كاس عالم 2022 ونص نهائي اليورو. بالظبط. ما هي دي بقى اللي احنا بنتكلم فيها. هي الناس بتفتكر الناس ممكن تكون بتفتكر اللقطه. في الاخر هو لو توج في الاخر خلاص ما حدش هيفتكر حاجه، ما حدش هيفتكر ان هو كان الاداء سيء، ما حدش هيفتكر حاجه خلاص. المكسب انت عارف بيغطي يعني. ولكن دي لافوينتي مثلا في اسبانيا، احنا كلنا بنشيد بالكوره اللي احنا اتفرجنا عليها امبارح في ماتش اسبانيا، لانه في الاخر ده الهدف من الكوره. انا بتفرج على الكوره والجمهور بيتفرج على الكوره من اجل المتعه. انا لما يبقى عندي مبابي فانا مستني ان مبابي يصنع ويسجل وكذا وكذا. لا مبابي مش خد بالك، مبابي يعني ممكن قدومه بقى لريال مدريد هو اللي يرجعوه تاني. رجعوا تاني مبابي بقى باريس سان جيرمان من 2 3 سنين، ان هو اللعيب اللي كان بياخد الكوره ومحدش بياخدها منه. دي حقيقه. يمكن الاصابه هو عنده برضو شكل ما بنقول سبب
نقول ان بس الاداء لعيب عنده الامكانيات دي والموهبه دي، ده بالظبط لو عنده 100 اصابه يعني هيبقى اقل حاجه بالنسبه له برضو. كمان يا كابتن هو حط نفسه في ضغط كبير قبل البطوله لما قال ان اليورو اهم من كاس كاس العالم، العالم وتصريحات ميسي قصاده لا ان ان كاس العالم البطوله الاكبر والاهم وكذا. فانت حطيت انت راجل محقق كاس العالم اصلا وما جبتش في حياتك كلها غير جون واحد في اليورو، فهو حط نفسه تحت ضغط، حط المنتخب تحت ضغط. الصوره دي شايفها ازاي والناس اللي بتقعد تنتقد وتقول لك ده البرتغال امبارح بتلعب ب 10 لعيبه؟ ده كلام ايه يعني؟ رونالدو اسطوره، رونالدو لعيب كبير. هو امبارح جات له واحده بصراحه في الاشواط الاضافيه شفتها انت اللي هي لعبت له لتحت وشاطها فوق عاليه جدا يعني. دي لو كريستيانو من سنتين ثلاثه بس ما قطع الشبكه، بس هي وارد